سنتيا سركيس كاتبة وصحفية موقع ام تي في الالكتروني، ومواضيع الساعة بها الفقرة مثل كل نهار جمعة توب ستوريز. وات ار اور توب ستوريز هالاسبوع؟ فل يعني لا خليكي خلص هلا خلصت فينا نقول لا المصايب ما رح تخلص بس الخوف من الحرب الشاملة بظن انه تلاشى كثير هذا الموضوع، يعني من بعد ما عشنا على اعصابنا كل الصيفيه وخصوصا شهر اب لانه كنا ناطرين رد حزب الله على اسرائيل، فلوا المغتربين والسياح وانضرب القطاع السياحي كله لانه خايفين من الرد، اجى بالمقابل هالرد اقل بكثير من التوقعات. فتاشي انت قلتي انا ما قلتش يعني اللي صار كان مثل ما قلت اقل بكثير من المتوقع، كنا خايفين هالرد بده يكون شيء كثير قوي ممكن يجرنا الى حرب شامله، على ما يبدو انه الجميع ما بدهم يروحوا الى خيار الحرب الكبيره لا حزب الله ولا اسرائيل ولا حتى ايران يلي بعدها لهلا يعني عم تتوعد وبتخبرنا انه هي بتقرر توقيت الرد على اغتيال اسماعيل هنيه، ولهلا كمان ما في شيء. الموضوع الثاني هذا الأسبوع كمان اللي كان بارز هو قصة الكهرباء. كل فترة رانيا بنرجع على الكهرباء وبخبرونا عن العتمة وعن الفيول اللي مش عم يوصل وبيربحونا جميلة بأربع ساعات كهرباء بدنا نحصل عليها. زيت الخبرية ويا ريت شي مرة بنوصل لحل بموضوع الكهرباء، هذا صار حلم عنا بس إنه كمان ما يربحونا جميلة بأربع ساعات كهرباء. بظن ثلاث أرباع اللبنانية اليوم صاروا إذا مش على المطار على الطاقة الشمسية على الطاقة المائية على كل شيء، وأكيد مش ناطرين الكهرباء. بلا طاقة صاروا، بلا طاقة مظبوط، خلاص بتنفي زيت طاقتنا. للحقيقة موضوع الكهرباء يعني صار مزحة، يعني صاروا بيحكوا عن الكهرباء إنه كأنه تحصيل حاصل ما يكون في كهرباء. سنتي يعني شو هالقصة هاي؟ مع إنه هيدا أقل حقوقك إنه يكون في عندك كهرباء 24 على 24، يعني بيرجع بيردوكي لورا، يعني كل فتره وفتره بيرجعوا بيعملوا لك نقزه انه خلص راحت الكهرباء اجين مره جديده وصرنا بالعتمه، بدل ما يكون عم يعطونا شيء دفشه صغيره لقدام. يعني موضوع الكهرباء صار موضوعك محطوط على جنب انه خلص هيك وعايشين هامش 100%، انه هو كثير بيرتبط باشغالنا اليوم، يعني قد في اشخاص كمان بيشتغلوا اونلاين، قد في اعمال عم تنعمل كمان هيك، يعني كله الكهرباء بتعرقل كثير من الامور. هلا من الكهرباء ما رح نبعد كثير على التيار الوطني الحر يلي عم بيعيش ازمه داخليه كثير كبيره بالفتره الاخيره من بعد يلي اخرجوا وخرجوا من التيار الوطني الحر من اليس وصعب وسيمو ابي رميا وقلعون. اخرجوا ولا خرجوا؟ في منهم اخرجوا في منهم خرجوا لابراهيم كنعان يلي هو قرر انه يستقيل من التيار هيدا الاسبوع، ويلي ما كثير فاجأ موضوع استقالته لانه كانت متوقعه من بعد الرد يلي صار بينه وبين التيار، ومن بعد ما هو عمل كل اللي بيقدر عليه قرر انه ينسحب من التيار. وهون السؤال اليوم صار، هل ممكن انه هذا الشيء يجر لغير استقالات واشخاص وشخصيات كمان يخرجوا من التيار الوطني الحر؟ الفتره المقبله اكيد هي رح تبين لنا هذا الموضوع. رح بلش اليوم بأول موضوع، قبل ما نبلش فيه رح نضل بموضوع الحرب رانيا ويلي صار نهار الأحد بين الرد يلي عمله حزب الله والعملية الاستباقية اللي قالت عنها إسرائيل. رح نشوف فيديو بوضح لنا شو يلي صار. لازم نفهم اللي صار عن جد. توضيحا اكثر للي صار رانيا، الصبح نهار الاحد مثل الكل تفاجئنا الصبح شو يلي عم بيصير، حزب الله بلش بالرد من خلال اطلاقه الكثير من الصواريخ والقذائف الصاروخيه على اسرائيل. اسرائيل بتقول انه هي عرفت قبل بنص ساعه تقريبا من خلال استخباراتها والاستخبارات الامريكيه انه بده يصير في رد وانه رح يكونوا عم يعني يصيبوا نقطه محدده عندها، يعني اذا بدك الموساد مركز الموساد، وبالتالي قاموا بعمليه استباقيه واصابوا منصات صواريخ بالبقعه.
هيدي الرواية الإسرائيلية اللي رجع ضحضها كمان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يلي قال إنه هذا الشيء مش مزبوط ونحن أصبنا كمان مواقع كتير مهمة بإسرائيل. على كل حال يلي بدنا نتفق عليه اليوم هو إنه إسرائيل متفوقة تكنولوجيا وفنيا وعسكريا، وهذا الشيء عم نشوفه اليوم على الأرض رانيا، خصوصا بالحرب على الجنوب. يعني تطلع المسيرة بتضل ساعات وساعات بالجو، بتاخد صور دقيقة جدا للسيارات للأشخاص، بتعرف بهاللحظة مين فيه، وبتقدر تعرف يعني كل الداتا تبعه، مين هالشخص ومين أصحابه وشو بيعمل بالحياة ووين كان ووين صار، وبالتالي والنتيجة عم بتكون الاستهدافات الدقيقة، يعني بتلاقيهم دغري استهدفوا الشخص المطلوب. اليوم أكيد بالتعاون مع الجيش الأمريكي والاستخبارات الأمريكية يلي زودون بكتير من المعدات والتكنولوجيا للجيش الإسرائيلي لحتى يكون قادر هالقد يكون عم بيصيب بدقة. ولكن بهذا الموضوع لزميل نادر حجاز بخبرنا خبرية مواطن اسمه طلال عامر من الخلوات بقضاء حصبية، من كم يوم تعرض لحادث خطير، كان بالليل على طريق فرعية صوب 2:30 بالليل وبتلحقه مسيرة صارت مثل كأنها هيك محاصرته لعدد من الثواني وصار في أشعة خضراء عم تمرق عليه. هلا نحن بعدين من بعد ما حكينا مع الخبير العسكري أكرم سرياوي شرح لنا إنه بالعادة المسيرة بس تشتبه خصوصي بسيارة هي من بنك الأهداف تبعها أو من يعني نوعها بيشبه نوع سيارة هي عم بتلحقها، بتعمل هيدي عملية الرصد، بتعمل مثل سكان للشخص ببين عليها كل الداتا تبعه، بتعرف إذا هيدا هو إيه ما لا، حتى رانيا خلال 10 ثواني بتقدر تعرف إذا هو عامل تنكر، حتى لو حاطت شعر مستعار، لحية مغير بملامحه، دغري بتقدر تتعرف على كل تفاصيله، هون بيصير القرار بالاستهداف إيه ما لا. يلي صار هو شيء يعني فيك تتخيل الرعب يلي عاشه هيدا الزلمة ولولا ثواني. هلا هو زمط ولكن هيدا الشيء ممكن يصير مع أي شخص تاني بأي منطقة تانية إنه تكون في مسيرة عم تشتبه فيه وعم بتلاحقه. هلا هو انصاب شوي بوجهه ولأنه الأشعة الخضراء بتضايق، هلا ما استعمل الليزر لأنه الليزر كان بخليه يعمى، ولكن كمان هيدا الأشعة كتير مزعجة وبتعمل آلام بالجسم. ليك وين صرنا؟ إيه يعني والتكنولوجيا قد ايه عم بتساعد اليوم للاعمال الحربيه للاسف، يعني احنا بنقول يا ريت التكنولوجيا بتتسخر لخير الانسان، اليوم كلها للحروب وللمشاكل والهاك ولكل القصص القرصنه وغيرها. يعني ايه اسرائيل عم تستفيد منها بشكل كثير كبير وعم ببين هذا التفوق العسكري الاسرائيلي. Next. إلى تاني موضوع رح نضل بالحرب يلي فرضت علينا، ولكن مثل ما في بلدات صارت خالية اليوم من سكانها نتيجة الخوف من الحرب وتوسع الحرب، كمان في بلدات تانية مثل إقليم الخروب يلي عملت خطط طوارئ من كل الأحزاب والفئات بهيدا البلدة لحتى هيك يكونوا عم يتكاتفوا ويشوفوا كيف معقول يكونوا يعملوا بحال صار في عنا ضربة، خصوصا من الناحية الصحية والطبية تيكونوا دايما بجهوزية إذا صار أي شيء يكونوا هن عم يقدروا يأمنوا الأهم بالنسبة لمواطنيهم. تفاصيل أكثر منشوفها بفيديو حضرناه. كثير انا شيء بخوف هالاخبار، بتحسي حالك مراقب من وين ما كان. هلا نحن انه اكيد ما حدا باله فينا، بس انه دائما ما بتعرفي صرتي بلبنان شو معقول يصير فيك وين ما كان وبحيلا مين بيلزق التهم. اي مزبوط، وبالتالي اليوم يعني من بعد ما قضيناها ناطرين شو معقول يصير وناطرين الرد، مين وايل شو صار رانيا اخترب
الموسم السياحي مثل ما بلشت اليوم بالمقدمة، للأسف يعني نكسة كتير كبيرة أصابت كل القطاعات السياحية اليوم بلبنان، مع أنه كانوا معولين على الصيفية. نعرف نحن الأشهر أشهر الشتاء ورا بقدي كانوا صعبين نتيجة حرب المساندة، وكانوا ناطرين هالصيفية بركة هيك بترجع بتحرك العجلة الاقتصادية، ولكن للأسف خسارة كتير كبيرة خصوصا لبيوت الضيافة أو الجاست هاوس. هذا الموضوع تبعته الزميلة رناء أبي نادر، تواصلت مع نقيب أصحابه مستثمري بيوت ضيافة رمزي سلمان، يلي بيقول أنه في تفاوت بالتأثر بين المناطق، في أكيد مناطق تأثرت أكثر من غيرها، خصوصا القريبة من المناطق المستهدفة من الجنوب من البقاع، يلي أكيد ما حدا بيسترجع يكون عم ياخذ بيوت ضيافة فيها. زيادة أنه سياح يعني يلي لغي وما اجا، ويلي اجوا وصاروا السفرات يقولوا لهم انه فلوا لانه الوضع مش منيح، كمان رجعوا كمان ما كملوا هيدي العطله تبعهم. المغتربين يلي شي ما اجا ويلي اجا كمان رجع فل هريبه لانه خايف يعلق هون ما يقدر يرجع على شغله يمكن لعند عائلته، وبالتالي صار في كثير لالغاء من الحجوزات ببيوت الضيافه. بالارقام تموز شهد تراجع كبير بنسبة 40%، أما آب يلي كنا ناطرين في الرد كمان فسجل 50% كمان، لأنه كتار من اللبنانية يعني المغتربين مثل ما قلنا ما أجوا. والزيادة بالنسبة للمقيمين النسبة بتضل كتير قليلة من يلي بيروحوا على بيوت الضيافة، وبالتالي للأسف هيدا نكسة كتير كبيرة كانت بالنسبة لهيدا القطاع. رانيا منتابع بما انه حطوا لنا الصوره مع موضوعنا الرابع، مطار ثاني بلبنان. نحن عندنا اكثر من مطار، في كثار ما بيفكروا بس عندنا مطار بيروت، لازم اصلا يكون بعد عندنا اكثر، ولكن نحن عندنا مطار حماد، عندنا مطار قليعات، عندنا غيره، ولكن للاسف اليوم بلبنان عندك هالقرارات السياسيه يلي بتمنعك انك تطلعي بس من دائره مطار بيروت. اليوم حيلا دوله بالعالم رانيا اقل شيء بيكون عندها 4-5 مطارات، الا نحن محكومين انه يكون عندنا مطار واحد، مع انه مطار القليعات يلي بالسابق كان هو مطار الرئيس روني معوض مجهز وجاهز وكامل لحتى اليوم تكون عم بتغط فيه الطائرات، هو جاهز تماما ما بده حتى مينتننس ابدا، يعني يمكن دراسات شوي، ولكن هو جاهز كليا لحتى يكون عم يستقبل المسافرين، ولكن الشغله واقفه عند وزير الاشغال. هذا الموضوع تواصلنا فيه مع رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجي عطية، يلي بأكد أنه السبب هو سياسة إدارية، وأنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مئاتي كان كلف وزير الأشغال علي حمية من قبل ما تبلش حرب غزة رانيا أنه يعمل الدراسات ويبلش دغري بتشغيل مطار القليعات. لحد اليوم بعدنا ناطرين أنه الوزير يخلص هالتجهيزات يلي مطلوبة منه، وبس يمكن يمضي هالقرار. كل الخبرية واقفة هون، نحن أصلا ما بدنا، يعني نحن بدنا يمشي المطار بحالات السلم، ولكن اليوم نحن بحالة حرب، وبنعرف قديه في تهديدات لمطار بيروت ودائما مستمرة وفي خوف، حتى في عندك ضغط كتير كبير على المطار من الأساس، وبالتالي نحن بحاجة أنه يكون في مطار تاني يكون عم بخفف الضغط عن المطار إذا ما بدنا نحكي من الناحية الأمنية والسياسية. على كل حال من أكثر من 12 سنة تحديداً بال 2012 قررت الحكومة اللبنانية أنه تستعيد المطار من القوات الجوية الموجودة هناك، وبوقتها كان في قرار أنه يوسعوه ويكون قادر أنه يستقبل البضاعة ونقدر نكون عم نصدر من هناك كمان لأستعمالات تجارية وسياحية، ولكن لليوم رانيا بعدنا ناطرين كمان أنه هيدي القرارات تتطبق على أرض الواقع. كل شيء معقول يفيد لأنه هيدا ببطل البلد، في ايد بتوجعنا يقدروا يمسكونا فيها، يعني هيدا هو اللي يمكن المطلوب سنتا، واضحه هيدي الشغله يعني. كل شيء معقول يساعد هذا البلد انه يتطور، انه نكون على سكه الازدهار والتطور، بيمنعوا وبيحطوا حد له للاسف رانيا. اليوم في ضروره انه يمشي يتشغل مطار القليعات كمان لانه نحن بظروف صعبه وخطيره كثير. سنتي عنا دقيقة أو أقل شوي، بس ضروري نحكي عن آخر موضوع. أوكي. ولو لمحة سريعة. آخر موضوع مثل ما بيقول عنوانه مرضى يهربون. اليوم بالمستشفيات عم بيصير في ظاهرة كتير غريبة رانيا، إنه بفوت المريض بيتعالج أوقات بيعمل عملية جراحية، تاني نهار بيلاقوا هالتخت فاضي، أهله فلوا، هرب المريض من دون ما يدفع تكاليف علاجه، أوقات في مرضى بفوتوا بيتوفوا
ثاني نهار بيكونوا الاهل حملوا هالجثه واخذوها واختفوا فيها كمان من دون ما يدفعوا تكاليف. نحن دائما بنكون اكيد عم نحكي عن المواضيع الانسانيه وحقوق المرضى، ولكن كمان يلي عم بيصير كثير غريب صار بالمستشفيات. اليوم في شكاوى، شوف الحاجه لوين وصلت عن جد. هيك اليوم في مستشفيات عم بتقدم شكاوى بحق هؤلاء الاشخاص، لانه كمان في اتعاب الاطباء يلي ما عم يحصلوا عليها نتيجه يلي عم بيصير. اليوم وضع انساني مزري لحتى شخص يفوت على المستشفى ويهرب، او حتى اهل يحملوا جثه ولدهم لانه منهم قادرين يدفعوا. اليوم لو يا ريت يتعالج هذا الموضوع بدل ما نتطلع الى وراء الحدود والحروب العبثيه، نطلع باهل هالبلد وحاجاتهم، وعلى القليله يكون عندنا الطبابه بلبنان. شكرا لانه بتطولنا على كل هالمواضيع، لو انه هي مشاكل واشياء سلبيه وبتزعل كثير يلي عم نسمعها، ولكن ضروري الاضاءه عليها. اهلا وسهلا فيك سنتيا سركيس، كاتبه وصحفيه مع ام تي في الالكتروني. ووقف صغيره، منتابع مع باقي الفقرات.